suis heureuse de participer parce que c'est un moment qui me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Yanaïr et c'est maintenant qu'il se réveille et nous sommes très très heureux. Cette fois-ci, j'ai ramené un tableau qui représente justement Yanaïr. Donc, c'est des personnages à qui on distribue le repas. Et je pense que ça fait du bien avec les cuillères et tout ça pour dire que ces gens-là vont manger comme tout le monde. Voilà, on le partage et c'est magnifique. احتفال بالسنة الأمازيغية يناير باللابيان هنا في العاصمة. مثلت ولاية أم البواقي بهذه اللوحات بطريقة عصرية في الفن الحرفيات، وهو فن معاصر بتقنية الليروغراف والثاني حروف أمازيغية كما في اللوحتين في زوج بأسلوب خاص بي أنا. إن شاء الله نلاقوا في هذا الأسلوب سواء بطريقة تيفيناغ أو بطريقة الخط العربي في تطوره، وإن شاء الله تكون مدرسة في الحروفية للجزائر تكون في الأعلى إن شاء الله. شارك مركز الفنون والمعارض بلوحات فنية تحكي على الحياة الأمازيغية بالجزائر، أهم شيء هو اللباس الذي هو هوية أمازيغية للوطن الجزائري. فأخذنا بعض اللوحات للفنانة التلمسانية مطري إيمان التي زودتنا بهذا المعرض. هو عبارة عن نساء ترتدي اللباس التقليدي الجزائري الجزائري، من بينها المرأة بالقبائل الكبرى. نشوفوا أنه دائما متوجة بالجبين الذي يأخذ ألوان كلها رمزية مثل الأحمر والأزرق، فالأحمر هو لون ترابي يرمز للأرض واللون الأزرق هو يرمز للسماء، فنجد علاقة الأرض والسماء بالمرأة والخصوبة. نجد كذلك الحايك هو كذلك من الحرمة ومن اللباس الأول للأمازيغ. كذلك دائما نجد علاقة المرأة بالأرض والخصوبة خاصة، فالمرأة كلما كانت محتشمة نشوفها أنها تكون تعطي بعض الجمالية. كذلك عندنا هنا دائما الحايك، ولكن الحايك بطريقة أخرى. عندنا حايك العوينة، عندنا حايك المرمى بالعجار، عندنا حايك اسمه الغرداوي. إذا نشوفوا أنه الجزائر ما شاء الله عليها غنية جدا بتراثها. عندنا كذلك نروح هنا، مثلا عندنا اللباس الخاص بالقبائل، كذلك نشوفوا أنه المرأة تلتدي العباية وهذا الشال الذي هو مثل البرنوس، والمحرمة التي دائما تحت تلبسها المرأة كحشمة لها. وكذلك نجد هذه الرموز الأمازيغية اللي عندها كل رمز كانت توشمه الوشم اللي كتوشمه المرأة عنده رمزية، نجد إما للقبيلة أو أنها تصف أنها حرفية أو أنها امرأة متزوجة ولها أولاد. فمثلا هنا نجد النخلة، فالمرأة متزوجة. عندنا كذلك شدة التلمسانية التي صنفت كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو وممثل لباس الجزائر عالميا. هذا اللباس كذلك فيه عدة قطع تعود للفترة الأمازيغية مثل الفوطة. أهم شيء هو الفوطة، فكل ما نرى المرأة بالفوطة نعرف أنها امرأة أمازيغية. محطة صورة وهي العنصر الأساسي في هذا المعرض الذي شارك به مركز الفنون والمعارض هي أساطير يناير. فاخترنا لكم أسطورة واحدة وهي أسطورة غنجة أو سيسيليا وأنزار اللي هو المطر. لكن غنجة، من هي غنجة؟ الكثير يجهلها. غنجة هي الأرض. فنجد غنجة اللي هي المرأة الجميلة الشابة التي فيها كثير من الأنوثة، عندها ضفائر ورجلين حافية، فالرجلين الحافية ترمز للأرض التي كانت قاحلة بغياب المطر. وبعد خروج غنجة من البيت، يعني بعد ما انحجبت عن المطر، المطر ما بداش يحب ينزل، ولكن لما خرجت غنجة من البيت المطر نزل على الأرض والأرض نبتت النبات نتاعها اللي هي الضفائر التي ترمز إلى السنبلة.
فنجد دائما في احتفالات يناير انه مثلا فتيات القبائل الكبرى يخرجوا من هذا المنظر الجبة والفوطة والحزام. الحزام الذي يعني اخذوه هو الحزام كان موجود ما قبل التاريخ، لكن هذه الالوان اللي كانت موجودة فيها الاحمر بمعنى الارض، اللون الترابي الاحمر والاصفر والبرتقالي، نجد الاخضر الذي يرمز للنبات والازرق الذي يرمز للسماء بمعنى العطاء، وهما الوان اغلبها نجدها موجودة في قوس قزح الذي ظهر بعد سقوط المطر. والأساطير تقول أنه المطر أهدى هذا الحزام لغنجة بعد خروجها كهدية لها، فخرجت المرأة القبائلية بهذا المنظر تحتفل ببداية التقويم الفلاحي 12 يناير.